مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع قضية سامحة اللي ألمت المغاربة بشكل كبير. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق، سامحة أخير طلقات في البير، ولكن أسباب ومسببات الواقعة، شنو دار هاد الشيخ، كيفاش شدها البير، شنو تلقى في الأخير، مجموعة من النقط درجنا وفق المستطاع في الأمور اللي أو المعلومة إذا صح التعبير اللي توصلنا بها يوم أمس. اليوم ملي كمل 3 أيام ديالو في التحقيق تيتقدم عند السيد وكيل العام أستاذة محامية زين بخيار، محامية بهيئة الضال البيضاء، هي المحامية ديال المرحومة سامحة. شنو وقع اليوم؟ شنو حضرت لي الأستاذة؟ تبعوا معايا. أستاذة، عدد كبير من المغاربة من الأول من النهار اللي اختفت سامحة، تبعوا القصة. تناولنا مع الأب مع الأخ، الهدف ديالنا أنه لا نجيب اتهام لأي أحد، ممكن هذه البنية تطلقها، ولكن أدلة طلقات من موضوع البندقية، أعتقد كان ذاك الوصل، ذاك الكليس، صندوق المشؤوم، غيرت لهم الأمور. دخلتي على الخط أستاذة، درتي شكاية السيد الوكيل العام في الموضوع، وبقيتي كتبعي القضية. من بعد رجال الدار داروا مجهود جبار، كان عندهم 3 ايام استنطقوه، عطار في الاخير البير. اليوم السادة تقديم عند السيد الوكيل العام، شنو شفتي، شنو لقيتي، واش تلقات حتى ولا لا؟ اعطينا بالتدقيق استاذ. شكرا استاذ يوسف، لانكم واكبتونا من اول وهله باش مشيتوا معنا المحكمه الاستئناف باسفي، خاصه خدمنا واحد الشكايه ديال الاختفاء والاحتجاز الى يومنا هذا، الا انها الملف دافي واحد طبع سيدو كي الملك سطر الدرك الملكي، والدرك الملكي دار التحريات ديالو من شهر عشرة من لحظنا الشكايه، وكنتو معنا هذيك الساعه. السيد وكيل العام حالها على الدرك الملكي بمدينه الصويره، لان الشيخ يوجد يسكن بمدينه الصويره في النواحي ديالها. فعلا بعد التحريات الدقيقه وديال الدرك الملكي وصلوا لواحد النتيجه بعد مجهود جبار، لان شي مستاهل باش يعترف واحد اللي هو لانه هو من الاول كنقول ان لا يمكن، لا يعقل واحد ارتكب واحد الجريمه وفي الاسبوع اللي موراه كان هو تيدير داكشي ديال الصيده التوريضه، وواحد الجو مزيان لان ملاحظوا عليه الناس حتى شي حاجه، وفي الاخير طلع هو اللي قتل المرحوم سامحة. نحن كنقدموا العزاء الكامل لاسرتها ولعائلتها، وكان لله وانا اليه راجعون. نحن كنرحموها نرحموا عليها ان شاء الله تكون مقامها الجنه، لان ماتت مغدوره، وما كناش كنتمناو كاع تكون مقتوله، كنا كنتمناو كاع يلقاوها. ولكن اليوم اللي تقدمنا عند السيد وكيل العام للملك تابع هو بعد الاعترافات ديالو الاوليه بانه يؤكد بان قتلها ولا حفل بير، حيت كيف واخا التحقيق دابا راه سري التحقيق، غنقول غير شي معطيات قليله، لان تيقول بان الحفل بير اخيرا كان تيقول لهم الحفل الواد ما بغاش يعترف لهم الا بعد جهد جهيد اللي داروا معاه، واحد كيشدوا من الدار كنشكرهم من هذا المنبر، واحد من هنا واحد من هنا بقى حتى اعترف اخر دقيقه اعترف فيها، حتى كان السيد وكيل العام الملك كان امر بالفرقه الوطنيه، حالات ندفع للفرقه الوطنيه، ديك الساعه هو كاع وديك الساعه اعترف براسه بانه هو الوحيد اللي قتلها، هو اللي قرضها، هو اللي هو في البحث ديالو ديك 3 ايام كان يراوغ بشتى الطرق من اجل انه يفلت من الجريمه اللي دار، ولكن المحاصره ديال الدرك الملكي بطريقتهم الخاصه باسئلتهم الجوهريه يعني قدر في الاخر قدر في الاخر تيعترف، قال لهم صافي زكاو بان انا اللي قتلتها، وفي قتلتها كانت شي تخدي لها شي حاجه الحاجات ديالها من تما جايه، ضربتها خطط الاولى والثانيه ما عرفتش جات فيها ولا لا، المهم واحد هو تاع الصيد ضربها مكان معين القلب قتلها في الارض. نبدا معك استاذ الا كان ممكن هنا بواحد الشكل دقيق، نمشيو بشويه. هي دابا جات من الدار البيضاء لبراك الراضي، براك الراضي اللي هي النواحي مدينه الصويره، كان واحد الطوموبيل هي اللي جابتها، وكان حتى هو عيطوا لي البوليس هذا وشاف واش عنده صله وداخل في البحث، هذه المعلومات كانت عندنا. مزيان، ملي جابها اتعاودي لي ملي وصلت لبراك الراضي يا استاذه فين تلاقى بها وكيفاش بشويه كيفاش وبلاش قال لي هاجي كيفاش، ثاني اسئله اللي قدرتي تجاوبين عليها، كيفاش هي غاتجي
ما هزات معاها لا بطاقه بنكيه ديالها لا حوايج لا والو، جات مزروبه بحال كيقولها جي راه العدول كيتسنانا مثلا، يعني كاين شي حاجه فيها نوع من الاغراء او شي حاجه اللي غتخليها تجيب هذيك السرعه. لان قال لها غادي نجوجو، جات مشات في حاله استعجال على قصد انها باش يدير موافقه ديال مرتو باش يتزوج بها. ديك الساعه كانت تعترف هو هو شخصيا بانه هزها من برا كثر راضي مع 8 ونص الليل، يعني جات وصلت مع 8 ونص برا كثر راضي، داها ديك الساعه واحد خطاط اللي هو معروف واللي حنا كنا عرفناه قبل باش درنا الشكايه. ديك الساعه هو هزها قال لك داها داها لشي بلاصه اغتصبها من جديد، هو ناوي يقتلها، ناوي يقتلها، جايب معاه مانطا وجايب معاه سميتو البندقيه وجايب معاه واحد خنشه بلاستيكيه كبيره على اساس القتل. ومن بعد مشات تقدر الحوائج ديالها، قال لك انت جايه وتيري فيها جوج قرطاسات، الاولى اصابت والثانيه قال لك يمكن. وفين فين فين هادشي هادشي وصل؟ قلتي بغات تقضي الحوائج ديالها، مسألة طبيعية يفهموها الناس. يعني تمشي للمرحاض، واش هادشي في الخلا ولا في شي دار؟ لا، كيقول في الخلا، كيف يعقل بأن لأن مشات عنده واغتصبها، وكيفاش غاتمشي تقضي حوائجها في الخلا؟ ما شي حاجة هنا شي لبوس، لأن حتى بنت ديك الحراسة النظرية اللي توضع فيها راه 72 ساعة غير كافية، مع العلم أنه معترف حتى الدقيقة الأخرى، حتى 12 الليل. ما يمكنش معطياتكم، ما بقاش عند وقت الدرك باش يدير التحريات الكبرى باش يوصل الحقيقه. هنا بالنسبه لهذا المحضر اللي كاين دابا عند قاضي التحقيق، راه كنعتقد انا ما كاملش، لانه كاينين معطيات اخرى اللي ان شاء الله غنطالبوا بها. قبل ما نوصلوا لهذه استاذه، باش انا نحاول ما امكن نشوف معك الحوار، الوقيته اللي داها في الخلاء هي بغات تقضي الحاجه ديالها تما تغتصبت ومن موراها قتلها تما. لا قال لك تغتصبت في شي محل ديال الكراء. كيفاش شي محل كراء اغتصبت ومشات تقضي الحوائج ديالها؟ تقضيها في ديك الدار اللي نيت كان كاري، هو دا الخلاء كيقول لك ان دا الخلاء هي فاش تيرا فيها، وفي الدقه القرطاسه الاولى قتلتها، والثانيه غير زايده، غير زايده قال لك مشات في الخويرة حيت هو صياد راه كيصيب هو في عارف ان تتمكن من. يعني اللي فهمنا دابا استاذه مبدئيا انه هذا السيد داه الدار تغتصبت من موراها، خرجها من الدار، خرجها من الدار غادي لشي بلاصه اخرى، غادي لشي بلاصه اخرى، هي يمكن فاش بغات تقضي الحاجه ديالها. لكن هنا كاين شي لبس لا يعقل بوحده كانت في الدار غاتمشي تقضي الحوائج ديالها لهذه الساعه. انا كان لان الحراسه النظريه ما غاتعطيهاش، واش في راه داروا مدوا حتى داروا التمديد تدمير واحد 24 ساعة أخرى، يعني 72 ساعة، وباقي ما عطاك. يقول أنا اللي قسمت، أنا اللي درت، أنا اللي هزيت، أنا اللي حطيت كرت، أنا اللي ديت درتها في ذاك هذاك المانطا، ودرتها على الميكا وديتها ولحتها. لا يعقل في هذا بوحدي يكون لاحة كاملة ولا قطعة ولا اش دارت؟ لاحة تقطعات. هو تيقول بأن مرة تيقول قطعتها، مرة كيقول لحتى صاينة. لا يعقل بأنك، لأن ذاك البيرة غير قداك، ما يمكنش ما يمكنش تخشيها، خاصك طر طر. إذا خاصك باش تكون تتقرض ولا شي حاجة، خاصك ناس بزاف، الأقل ثلاثة الناس ولا أربعة، راه حتى دمي راه حتى الشكاية اللي درنا راه فيها بزاف، لأن بزاف الناس شكوك، بزاف الناس اللي تما داروا القضية. منهم شي واحد اللي كان راه كنت معنا الأستاذ يوسف نهار، قلنا بأن واحد كيوهمهم تصيرتهم التصاور ديالها على أن أساس أنها مقصية، تدور بحوايجك ملي اختفت هي، يعني هنا كاينة شي حاجة. كيفاش كتقول بأن راه بنتكم تصيرت لهم بأن بنتكم راه تدور في الصويرة راه مقصية، وصورت واحد واحدة كيف ما كيديروا في ميدان. هو كان ديك الساعه كان كيقول بانه راه حرقات وهذا وهذا، وهي راه ما حرقات. كيقول حرقات، وحتى هو النمر ديالو الشخصيه هذا المتهم الرئيسي اتصل بخواتاته وكتب لهم بانها راه حرقات. انا حرقت، انا سامحه بالتليفون ديالها، انا راه حرقت كتابه، لان ماشي صوتي، هما عرفوا ديك الكتابه مع شي ديال اختهم عرفوها، ومشاو تيسولوا على خواتاتها وخوتها تما، بقى تينكر بحال ما كاين حتى شي حاجه. رجعوا سدل، اشنو قال هو اليوم؟ اليوم اعترف قال لك بانني قتلتها، قال لك لا انا راه ما عرفتش كيفاش درت، وانا راه
صدعتني بزاف وراه هذا ما كان عنده حتى شي مبرر باش يقولهاش، لان كان وعده بالزواج وعيط عليها على اساس الزواج وخصها هي قاصره، لان اول شيء كان ردنا فيها الاغتصاب وخصها تطفي احتجاز لانه خصها عندها 14 سنه 16 سنه انا ذاك كانت 16 كانت قاصره وبقى كيخسر لانها باقا صغيره كيقولها غنجوجك هذا العام غنجوجك العام الجاي غنجوجك وتحول للدار البيضاء وبقات كتمشي هي. وديك الساعه كيصيفط لك حيت قوت كيقول تقول لي خاصك تجوج بيا ضيعتي لي حقوقي ضيعتي لي انا. هو اليوم قال لك نكره بان نكر بانها كانت نكر بانها كانت في تضليع المكاره ديالها ونكر بانها كانت قاصره، ما علينا انها كانت قاصره ودايرك بشهاده شهود وفي تضليع المكاره ديالها يعني جنايه. الان استاذه فين وصلت الدرك الملكي في البير شنو الحاجه اللي تلقات؟ اكيد بانه هو لان خصو ما يسمى بالادله الماديه. اول حاجه لقاو الصباط ديالها لقاو الحوايج ديالها لقاو الشعر ديالها وباقي مستمرين في البحث لقاو ديك الخنشه السوداء اللي قال لك بانها كانت عنده باش خشى فيها في ديك المنطقه تيقاوها وما كنظن بان ما غيقاو شي حاجه لان داك الشيء كان مقطع. ولكن استاذ هذيك الخنشه الى رماها بالخنشه هذيك الخنشه تلقى والجسم ديالها ما يتلقاش يقدر ما يتلقاش ولا نقولوا تحلل غير والعظام والعظام يقدروا يتحلوا لان ما يمكنش يقدروا يلقاو عظم ولا جوج. هي واش ما تلقاتش حاجه في العظام ديالها؟ ما تلقات حتى حاجه في العظام ديالها غير تلقى الشعر ديالها الشعر تلقى وحوايجها والمانطا وهو الاعتراف ديالو بانه كيقول حطيتها هكاك ولا كيقول بانه يعني تم التقطيع ديالها قطعها ولا شنو دا شنو كيعترف هو؟ هو كيعترف بان لا حب بحال هكاك لا يعقل لان هي غلاظه شويه وصحيحه ولكن هذاك غير هكا وانا متاكده بانني كنت اليوم ندير شكايه واحد اخرى عند السيد وكيل العام الملك بالمشاركه في القتل ومساهمه وعدم التبرير لان بان لي بان شي ناس على حسب ذاك السيد اللي عندنا ذاك الكلي اللي عندنا بانهم شي ناس متورطين الا ان سيد وكيل العام ارتاى أنا سيد ملي تحال الميف على قاضي التحقيق رأيته بأنني غنلتمس ملتمسات من عند سيد قاضي التحقيق وغيكون داك الشيء معمق لأن التحقيق هو اللي كيعمق القدر نلتمس من قاضي التحقيق باش ينتدب الفرقة الوطنية باش تدير بحث جميع الهواتف النقالة ديال الأشخاص وعندنا معطيات بالنسبة لهذا وهذا جدار وهذا جدار عندنا متأكدين من هذا الشيء بالنسبه للزوجه ديالو بالنسبه للابن ديالو بالنسبه لجوج اصدقاء ديالو بالنسبه هنا راه شي سبعه اشخاص اللي خاصنا ندقوا فيهم لانه كنقول لك انا وكنعاود ناكد لان ما كانش الوقت لان الوقت ضيق ما يمكنش عرف واحد جريمه كبيره في واحد الوقت وجيز ديال 48 ساعه مازال ضاف 72 ساعه الا انه اعترفت الاخر بحال مثلا شي واحد قال اللهم امشي عنا ولا ما يمشيش كلشي ولكن حنا غندير ان شاء الله راه كما وعدنا قاضي التحقيق بان جميع الملتمسات غنلتمس غادي نلبي الطلب ديالنا وكنشكرهم من هذا المنبر وكنشكروا حتى النيابه العامه كلها والنواب اللي تلاقيت معاهم اليوم ديال وكلاء العام ديال الملك ديال اسفي من اروع ما يكون مزيانين عادلين بني باغيين يتعاونوا باغيين يخدموا لان قال لك اي حاجه اي معطى حطي ليا انا غنمشي ننتدب الفرقه الوطنيه وانا متيقن بما انه ينتدب الفرقه الوطنيه ومتيقن بان هناك اشخاص اخرى هذه الشيء ما كاينش انا متيقن. يعني هنا فين وصلت الامور استاذ بقى عندي سؤال اخير هو عند السيد قاضي التحقيق يعني ما ناقش مع الموضوع غادي يكون في اطار السياق التفصيلي غادي يحدد معه واحد التاريخ غتكون سميتو التقصير غيكون ان شاء الله نهار 4/5 عطانا هاد المده كلها سيد خالد الدقيق عطاني قال لك باش تجيبي باش انا ندير طالع سين انا ربما الاسبوع الجاي غنمشي باش نتقدم بالملتمسات اللي غديرها الفرقه الوطنيه باش ننتدبها لان خاصنا نفرغوا الهواتف ديال هادو والسياره بالنسبه للسياره السياره لحد الساعه ما كاينش خبر على السياره هذيك السياره خاصنا تكون واحد الخبره عليها اللي غنعرفوا شحال كانوا مساطينا لان تيديروا بلو ستار داك بلو ستار كيقال اي جريمه زغبه عندك في ديك السياره غتلقى اي واحد نتاط هذيك السياره غنعرفوه وغنعرفوا حتى ضروري غتكون فيها الدم هذيك السياره وغنعرفوا اي شخص له يد من قريب او بعيد
في السياره، لان الجريمه اللي قتلها راح دارها في السياره، ضروري الناس كانوا معاه يبانوا في السياره، لان لا يعقل لك جريمه بهذيك القوه ديالها والحجم ديالها غادي يرتكبها شخص واحد. استاذ الله يوفقك، شكرا لك، يلاه جيتي من اسفي، اش غنقول لك، الله يجعلها من اهل الجنه يا ربي، والله يوفقك في المسار ديالك اللي تبيها الحقيقه. مشاهدينا الكرام، هذا هو المستجد في الموضوع اللي تنورى الهام اكثر في الموضوع، في قضيه سامحه. قضيه سامحه تناولناها في الاول بالمراحل ديالها كاملين، على اساس الهدف اسمى عندنا في الموضوع هو البحث عن سامحه، بدون اننا نوجه الاتهام لاي شخص كيف ما كان نوعه، لانه الهدف واش تلقات ولا ما تلقاتش. الا تلقات سامحه اللهم بارك، غادي يبان اسباب الاختفاء ديالها. الا ما تلقاتش، واش امور لها منحى خطير في الموضوع، تيبقى هذا وارد بطبيعه الحال. من بعد مده ملي تكلمنا على الموضوع ديالها ووجهنا رسائل لرجال الدرك انهم يشوفوا في هذا الملف بقوه اكثر، رجال الدرك من الطبيعي جدا توصلوا بالرسائل، توصلوا بالرساله السيد الوكيل العام وبتعليمات السيد الوكيل العام، وكذلك فيما يخص الشكايه الاولى حول الاختفاء من طرف السيد الوكيل الملك بالصويره، والثانيه للسيد الوكيل العام باسفي، بدات الخيوط. هنا يجب ان نحافظ على البحث، حاولنا ما امكن ان ناخذ واحد الفتره ديال التاني، لانه هاد النقطه مهمه في الموضوع. هاد التأني اللي درنا ما بقيناش كنتكلموا في الموضوع، لانه ما ناثروش على البحث، عطات الاكل ديالها. هنا المعني بالامر اللي معترف اشنو قال، قال الملف ساله باش ما غاديش يبين الاثار ديال الواقعه، كيعيش عادي سواء في المهمه اللي عنده كشيخ تما، عنده الهوايه ديالو ديال الصيد، وهذه مساله معروفه في البوادي، كيمشي للقنص، كيمشي للطبوريضه، كيمشي وهو ما تحسش بانه كاين عامل الشك في الموضوع. هذا شيء مهم، ولكن نسى بانه هذا ذكاء ودهاء ديال الدرك الملكي. استمروا في البحث على اساس بداوا من الصغير وهم غاديين 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 حتى كيحاصروا في الموضوع، ولكن الوقت اللي الخيوط كلها تميل بقوه ليه واجهوه باسئله، كان بحث معمق بأدلة قاطعة لينهار في الأخير. هو عطاهم معطيات في الأول، تيتكلم أنه ملي اعترف بشكل تلقائي في القتل قال بأنه في الواد والواد حامل، وهذا باش الأمور جوتا ما تبانش. كانت معطيات أخرى، أبحاث أخرى، أدلة أخرى، بحث آخر، هو يغير هذا السيناريو، عطى سيناريو ثاني اللي هو البير. البير هو الدليل، وكذلك معطيات أخرى عطتنا السادات الطريقة باش قتلها بالمكحلة، ومن بعد ده البير ورماها تما. الان اسئله اخرى كتفرض ذاتها فيما هو علمي وتقني وعمق المنطق، واش هاد البير في المسافه غادي يقدر تحط فيه بهذيك الطريقه؟ هذا اسئله تطرح، ولكن الابحاث هي اللي غادي تصفر عن النتيجه بطبيعه الحال. هل هذا العمل قام به هو بوحده ام كاين اطراف اخرى في الموضوع؟ لازلنا على تتبع الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص قضيه سميحه اللي في السابق كنقولوا المختفيه والان كنقولوا المغدوره، لانه هاد الشابه لها طموح، علاقه قديمه، كان عندها وعد بالزواج، عطاها حياه، عطاها تصور، وبقات كتضحي سنين طوال باش توصل لهذا الهدف، الا ان هذا الطرف له راي اخر، الكلام الفضفاض ديالو كيعتبره هو كلام فضفاض، وهي بالنسبه لها كتاخذ الامور بمحمل الجد. في الاخير كان القرار ديالو انه يدير التصفيه النهائيه وحيدها من الدنيا، وهذا من ابشع الاشياء. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات القضيه. الاستاذه زين خيار، عدد كبير المغاربه كيعرفوها، وهي اللي بطبيعه الحال استاذة في الملف ديال تهامي بن ناني، لها من تجربة ما يكفي لتتبع حيثيات القضية، وكذلك بعض النقط اللي مكانتش واضحة، وهذا هو دور المحامي. وفي نفس الوقت من الطبيعي جدا، لأنه المحامي هو أساس العمود الفقري في العدالة، القضاء أعطيه نقط، أعطيه أدلة مادية في الموضوع، والضابط القضية تقوم بالواجب لتبيان الحقيقة ولنصرة العدالة في الأخير، وهذا هو الهدف الأسمى. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.